السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عرفتي شحال في الساعة دابا خوتي؟ راه هي 9 ديال الليل، وانا خوتي يلاه غادي نمشي شي تما، بقاو ليهم شي اخوتي الماكلة ديالهم، وخاصني ولا بد اخوتي نمشي ناخذ لهم الماكلة. انتم لبست غير عليا السروالي بالزربة، هاد راس بنتو كان منشر مع الحوايج الصابون، ومع الحوايج الصابون شوف ماما صبنتو ولبستو، خرجت عليا لي بوطي والكبابات ديالي في الغوز، وصافي اخوتي والجاكيطه ديالي لي بوطي، وغادي نمشي اخوتي الاسواق السلام ناخذ لهم الماكله، الكروكيت وديك التوست ديالهم. المهم نشوف شنو غادي ناخذ، انا مطرقه قلق غير على قبل المشيشات، وصافي هادشي اللي كان اخوتي. الله خليكم معايا حتى نرجع ونوريكم داكشي شنو خدت. انا جات لكم اخوتي، يلاه دخلت الاسواق السلام. شوفوا اخوتي شنو خديت، هذا اخوتي خديته من عند دروجي، ما خديتوش من الاسواق السلام، ما لقيتوش ما كاينش دروجي كان خديته مع اخوتي دابا. هو خصك تبداو كاع هذا انت اخر ساعه في سيتي قلبي ما سافوش. شوية سير سير دي شوية مساء طقا طقا خبيز اخوتي، خبيز ديال الزرع. دابا غي دار الزنقة إذا هو يمن خديت اخوتي الملحة. بسم الله يا ربي. هانتوما قلتي ما بقاليش الكيسان ديال الات، انا اللي ناقصين الكيسان. تدرى راه انا دو الدار كامل بقى لي قلت لك هان طحطوك ونعس ولا ديري ليا؟ لا انت انت مدويه. لا ولا جلسوا راه عندي واحد البلاصه في الكيس فيها بدك عروبي ما يسخنك ما فهمت. عندك سارسة هاك حطه يلا حط شوية لا تسخن شنو ديري بيان. لا بغيها تغسل البيض، غسل البيض تيبان ازرق. صافي يا حبيبي عم تسوقي شنو صافي ضربي الاسعة راه باينه دابا مزيان. انا السيد دورو الجهه هكا. لا هكا لعندك هكا مزيان دابا تيبان كلشي. ايوا اسير هذا درنا على ودكم تيبان لكم مزيان. انا اخوتي خديت كويسات ديال الاثر، خديتهم غير غادي نبقى لها بشي اسوق السلام شي 19 درهم ولا فاصلة شي حاجه، كلشي وقولوا 20 درهم. كيفاش لازم بولا يا بولا هنايا زعما شي واحد كيتحمق هاك دوك تشوف دوك كاملين راه هذا سهل لك هذا هاك خديت اخوتي راه ما دايره ب 20 درهم هاد النهار عيني مازال طراسي في هاد الدور ها هذا راه تيديرو في الحفلات ايوا ندوزو لوليداتي انا
تيان كروكيت يوكالا شو هذا الشيء شو ما قلت حسب الحالة ما كوني المكروبة انا ما في ليش مع هادشي دابا هو مزيان انا غيرت ديال الطاطا هادي الافلام القصيره كيبان بها سي قصدي ديت اخوتي يا ما خديت لهم عاوتاني الماكله ديالهم الطويسات قلت دابا دابا اخوتي كنعطيهم معايا الماكله ديال الدار هذا ما كاينش تجي يجيو حيت كنعطيهم معايا بيت جاش كياخذوا معايا الكفته الصوص اي حاجه كياكلوها معايا الخبز كل شيء ولكن ضروري هكا كنعطيهم الماكله ديالهم والكروكيت مره مره الكروكيت راه سي ما ياكلو سي ياكلو هادشي اللي قلت كان ياكلو انت تسمعت من دبل راسك جبت اخوتي ات اس كاب هاتو ما اخوتي شنو خديت هنايا بيت هادي العطرية ديال الدجاج باش كنشرمل الجني وحاد نعم السلام عليكم قلت لكم حاجه السلام عليكم وما قدام شوفوا شحال خديت كاع الخلاطات الله اخوتي ما كيجيو في النين ها انتوما شوف كيحم كيحم بعدي كي تروح تجينا ما نعرفش ليكم ها هيا خديت اخوتي الشوربه ديال الشوفان هادي طيبه اليوم طيبه يا هادي دابا غادي نديرها اخوتي وخديت اخوتي جوج ديال الشاورما ها هو ديال اللي باش كندير تاكوس وصافي هادشي اللي كان عندي فوق بطاطا بريسيلي انا اللي كنت فوق الشوكولا انا وريكم اخوتي الطريقه انا اللي كندير ديال الشوربه جيت جيت
اخوتي هاد الكاد شوفان هذا جمال، ولكن انا ما غاديش نخليها بحال هكا، ضروري ندير معها شويه ديال خبز. شكلت يا اخوتي زوينه يا عفا، غادي يعطيك صحية، ولكن ضروري أنا كندير معاها خوتي خوتي كوزينتي ميونة عارفين نتعلمو عن الكوزينة وسبة المريا، لكن أخوتي قسما بالله ما عندي لا كانا ولا خاطر لا كيدينا خوتي الكوزينة ولا كدا، والله نبدا وما مقادراش وما مقادرة عليا، يعني كنقول نتبع طبيعية ومشا خوتي الناس مريت كهرباء من عسل ميمو بالباء ولا هادشي لي كندير مع خوتي، شوية ديال الجلبانة والكرافيت كنخلي خوتي كطبخ شوية، أبخي خوتي كن صافي كنشربها. إوا شنو نقول لكم أخوتي، كان هدا هو الفيديو ديال اليوم، يلاه خوتي السلام عليكم، غوات يا خوتي عارف شنو الشيكلاطة، يلاه باي.